الطبخ. ارجع. شو تقول في الاوتسايد؟ حسبي الله على من كان اصبر. اوه من؟ الخصومات. الخصومات؟ وليش تخصم طيب؟ تدري ان الخصومات في الوقت الحالي اذا انها مشكله؟ ليش؟ نواف ليش؟ الله يزينها. اخوي معوض يا محمد معوض ابو سعد معوض. تعرج الليلة وش فيك؟ كيفي؟ عندك شيء؟ لا والله ها. هذا انا اهتم فيك كنت. انت لا اعط وحده. انت لا لا غنى انت. انا ضيف. عطوه عيفان اسمه. صدى. صدى. يلا غن. انت لا تتهمني شيء وانا بري. طيب. طبعا انا حافظه. بس. طيب حسن. ان شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك. امين. وهلك. نعم حتى انا مظلوم. مظلوم؟ ليه يختارون كم برايم؟ 12 برايم. طيب. مختارون اللي بثلاثه والباقي. وش تبرر يعني في الوقت هذا الحين؟ اقول اهي وجرح قلبي وهم طوال عناي. ليت الاقدار بيديني وارد القدار بس ما هي على كيفي ولا مشتاي حكمة جات من رب البشر للبشر كيف اقفي واخليكم يا ربعي وراي وانا داري بعدكم خاطري من كسر. صفقة. شفت متوتر؟ ليش ما صفقت لخويكم؟ من هو؟ خالد عبيد. ما هو اللي ترفع التصفيق يا خالد عبيد. خالد عبيد صوته رافعه. صدق مبين انكم مهتمين من صوته. والله قلت يحزن انا كنت ببكي جلسي انا في قلت شاشتك صورتك على الشاشه ما بزينه كنت ببكي والله صوتي يحزن يا ابو منصور ما ابغى تعبك نفدك استرجعني نفدك كمل الله استرجعني الله يريحك في الدنيا وفي الاخره الله يحييك والولي والله يحييك الله يحييك والله لا يحييك ما ادري وش الدعوه ما ادري شو انا قاعد اركب من بعوي المدافع يمكن قاعد كنت مروق معي الحاصل على المركز الثاني و2000 نقطة لو كان أنت يا عادل لو كان أنا خير وهذا نقاط أمور الحمد لله ما شاء الله تبارك الله لو كان أنت يا عقاب اللهم لك الحمد 2000 نقطة قبل البرايم ساعات تفيد الكثير حلو ايفان ان لو كان انا اقول شكرا للي دعمني الله يبيض وجهه و2000 نقطه باتريح برايم شيء طيب طيب فيحان اوه حاجه جميله والله ليش انت عشانك في مشوارك مرتاح الحاصل على المركز الثاني و2000 نقطه عقاب المري استاهل تقول يا عقاب اقول الله يليهنا كل من دعم بيض وجيههم وان شاء الله نحن ان شاء الله على هقوتهم وان شاء الله نحن ان شاء الله ماصين عقب البراين وينتظرون ان شاء الله على الاستيج النهائي باذن الله ان شاء الله كفو ما عليك سوء الله يوفقك ليش تبغى ترجع؟